كم يقتلني موتكم حسنين بأفعال الحاقدين. وإذا الثقافة الرقة طوال سنوات عجاف والآن تعود للحياة من جديد من خلال تزايد نشاط المركز الثقافي واستقطابه لعدد كبير من الفنانين وفي مختلف المجالات بمسرحها وفنونها وإحياء تراثها، ترسم للرقة اليوم صورة ثقافية جديدة تحاكي ما فقدته خلال الأعوام المنصرمة بعد تفعيل أقسام المسرح والرسم والفنون الشعبية. ممثلة مسرح أشارك بمسرحية تدعى ليلة الميلاد والرحيل، أخذت دور امرأة متوفية تقوم بإدانة الأحياء الذين قاموا بالمشاركة بدمار هذا البلد. نحن مجرد حطينا القارمة على سطح البناء بدأت الناس الشباب تحديدا أكثرهم يتواصلوا معنا، إمتى كنتوا تفتحوا، أنا بدي أرسم، أنا بدي أكتب، أنا بدي أغني حسب الهواية اللي فيه. طبعا نحن تواصلنا مع كل المثقفين بالمدينة وعملنا كذا لقاء مع المثقفين قبل ما نستلم البناء. يرتاد المركز الثقافي اليوم عدد من المواهب الشابة يدفعهم حب الفنون والتمسك بهويتهم الثقافية إلى تقديم صور فنية تحاكي حياتهم في الواقع. طبعا احنا اليوم بمركز الثقافة والفن بالرقة جينا نشتغل على الأعمال الثقافية، على المسرح، على الغناء. طبعا أنا موهبتي الغناء ومشارك بعمل مسرحي. طبعا نظرا للأيام اللي مرت بينا والظروف أولي من على أيام داعش والقساوة اللي مرت علينا والضغوط، ما كان بيها المجال أنه واحد يشارك بعمل مسرحية أو غناء، كافة المجال الثقافي ما كان واحد يقدر يبرز هالشيء. بس اليوم الحمد لله يعني رجعت شوية الحركة على الرقة. اليوم احنا مركز ثقافي وجعد نعرض أعمال مسرحية، أعمال ثقافية، تراث بشكل كامل، لتظهر الرقة بكامل تألقها وتنفض عنها غبار الحرب والإرهاب الذي حاول من خلاله الظلاميون إبعادها عن ركب الإنسانية والحضارة. حركة تشجيع واسعة يبديها مركز الثقافة والفنون في الرقة، مما جعله قبلة للكثيرين ممن يرغبون بممارسة مواهبهم وتنميتها. حاليا احنا عم نشتغل عملين مسرحيين هون في مدينة الرقة بعد توقف المسرح في مدينة الرقة لأكثر من 6 سنوات، والآن عودة جديدة للمسرح. طبعا احنا مجموعة من الشباب الهواة اللي حابين يشتغلوا مسرح في مدينة الرقة هون لدار الثقافة في مدينة الرقة.